الله الله بالعرف يا عبيدي الله الله خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة على العز والحجاب خلها بجفن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم قسما بصارمه الصقيل وإنني. آية الله السيد العالم الشاعر الكبير السيد جعفر الحل النجفي، هذه القصيدة لهذا العالم وليس لشاعر عادي، حتى تعرف لما يقسم بهذا القسم: قسما يايان بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم. أوتشتكي العطش الفواطم عنده؟ حاشا وكلا أبو الفضل. أوتشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. هذا البيت من الشعر أبكى الزهراء عليها السلام. وهوايا يا بجنب العلقمي فليته. أيوا عباسا، أيوا سيداه. وهوايا يا بجنب العلقمي فليته للشاربين به يدافل علقم. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه. سعد الله قلبك أبا عبد الله. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحتين
يا صم الصخور لهولها يا تتألم أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت يا منعم أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم. أقول سعد الله قلب الحوراء زينب أيضا سلام الله عليها، خصوصا لما مروا بهن على نهر العلقم ورأت أخاها أبا الفاضل مرمي على الرمضة مذبوح من الوريد إلى الوريد مقطوع الكفين، تقل وانا يا صح وحقك ما شفت راحم وانا صيح والشمر بالصوت يضربني وانا صيح لو انك حي ابو فاضل وانا صيح ابد ما جسرة اعداكم علي ابد ما جسرة اعداكم يوم علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. آمنا بالله. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة لها اسم تسمى بآية التصدق بالخاتم، مثل ما للسور أسماء هناك كثير من الآيات لها أسماء، مثل آية الكرسي، مثل آية الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، لها أسماء آيات كثيرة. آية التبليغ: يا أيها الرسول بلغ، وهكذا كثير من الآيات لها مسميات. هذه الآية تسمى آية التصدق بالخاتم. ملخصها أن سائلا دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله فسأل فلم يعطه أحد، الظاهر هذا السائل كان يعني في بداية المسجد فلم يعطه أحد، وهو قد هم بالخروج، كان أمير المؤمنين عليه السلام يصلي فأشار إليه بخنصره يعني خذ شنو هذا الخاتم، فأخذ الخاتم خرج، النبي صلى الله عليه وآله لاقاه قال: أين كنت؟ قال: يا رسول الله كنت في المسجد. قال: هل أعطاك أحد شيء؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: هذا الراكع، كان في حالة شنو؟ الركوع. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وذكر هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال يا علي نزلت فيك هذه الآية. صلوا على محمد وعلى محمد. بعضهم يقول أنا باليوم الثاني رحت اشتريت 100 خاتم مدري شنو حتى ينزل بي فد ولو كلمة ولا حرف كل شيء. على أي حال الآية الكريمة تحصر الولاية، إنما شنو وليكم من الله ورسوله والذين آمنوا. عندنا كثير من الآيات اللي تبين قضية الولاية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. حديث غدير خم لا ينكره أحد لأنه متواتر، وكلكم تعلمون بقضية بيعة الغدير، 3 أيام حبسهم النبي صلى الله عليه وآله، اللي قبل المكان قبل مكان غدير خم أكو بعضهم تفرق عن الجمع، 120,000 صحابي صحابية، أطفال رجال شيوخ شباب كبار صغار مرضى، قسم ماكو داعي يجون للمدينة. فقبل مكان غدير خم اللي قريب من الجحفة تفرقوا، فأمر بردهم ومنع من حضر أن يخرج من هذا الجمع، لأن أمر مهم جدا. 3 أيام في ذلك الحر، لو جعل اللحم على الحصى لشوي من حرارة الشمس، و120,000 يعني تحطهم بصحراء 120، شلون تصير هاي الوضع؟ كنا نضع طرفا من ردائنا تحت أقدامنا والطرف الثاني فوق رؤوسنا من شدة الحر. المهم فالله عز وجل أهبط جبريل سلام الله عليه، قال بهاي الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت. شنو هذا الشيء المهم؟ 23 سنة أنا ما بلغت، لأن بعضهم يقول بلغ يعني بالصلاة والصيام، 23 سنة كان يسوي زين؟ شبقى هو شبقى من التشريع الإسلامي؟ هاي احسب غدير خم 18 ذي الحجة إلى 28 صفر شهادة النبي صلى الله عليه وآله، قد يصير ها شهرين وشوية، مو 70 يوم على أكثر الاحتمالات. زين شبقى بعد تني آخر الآيات آخر الأمور، ولا لسان الحال أنا 23 سنة كنت أسوي مو بلغت، وإن لم تفعل فما بلغت. أنا هسه الآن واحد يبعثك إلى التبليغ، تروح 23 سنة تجي يقول لك والله بلغ، إذا ما تبلغ كان كنت أسوي 23 سنة أرجع من جديد أبلغ؟ إذن أكو قضية مهمة، وتعدل هاي ال 23 سنة. شلون تعدل؟ مو إحنا نقول، الله يقول، الله سبحانه وتعالى. وإن لم تفعل، يلا خلي يجي واحد الآن تعال فهمني يا أخي، إحنا من نقول الولاية وإمامة أمير المؤمنين عليه السلام ما تكون رسالة إلا بها، مو نحن نقول، الله يقول. وإن لم تفعل فما بلغت، يعني 23 سنة قتال حروب صلاة صيام حج خمس زكاة كل 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 هالتشريع هذا يروح هباء شنو منثورة، متعلق بمن؟ متعلق بهذا. أين العرب اللي يقولون نتكلم اللغة العربية وكلمني بالقرآن؟ أنا أكلمك بالقرآن، هذا القرآن، هذا القرآن. حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا شنو عقل له، توقف انظر. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بعد، والله يعصمك من الناس. لو من الكافرين، من الناس، ليش من الناس؟ خب من الكافرين ليش من الناس؟ شوف شوف هاي الألفاظ الدقيقة، المناسبات، القرائن، أسباب النزول، لا تترك تهمل أي جزئية، لأن الله عز وجل شنو ما أنزل شيء، إنا أنزلنا كل شيء شنو
بقدر، قدر حتى هاي النقطة عند الله إلها تقدير، مو تتصور يعني قد عدي وعد أمثالي هاي قطرات المطر هيك عادية، هاي كله بقدر، كله بنظام. زين، كذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لا يفعل شيء إلا بنظام وبتقدير وقدر مضبوط ومنظوم. فجمع الناس في ذلك الحرب وخطب بهم خطبة طويلة عريضة وبين ما يمنعه من البيان هذا الأمر، ولو هو بين ومن بدأت التشريع الإسلامي بدأ وذكرت لكم وأنذر عشيرتك الأقربين منك بدأ، بل حتى جميع الأنبياء كانوا يبلغون بالخاتمية للنبي وبالولاية لعلي والأئمة اللهم صل. وفي كل مناسبة كان يقول علي خليفة من بعدي، علي وزيري وصيي، مو لكل نبي شنو وصي، قالوا لا إلا رسول الله مات ولم يوصي. عجيب، من مات ولم يوصي مات ميتة جاءت. إنسان عادي إذا تموت وما توصي أنت تموت ميتة جاهلية، يعني إذا عليك تبعات وكذا وديون وقضاء صلاة وصيام وإلى آخره. زين، رسول الله يترك الأمة بلا وصي، لكل نبي وصي إلا رسول الله ما إله وصي. زين، شوف هل ما أدري شو تعبر عنها يعني التناقضات، ما شو تعبر عنها يعني. شوف هل فد يوم سألني فد واحد سؤال، خوش سؤال لطيف الله يوفقه، قال لي سيدنا هاي الآيات النازلة، أقر رواية ابن عباس يقول 300 آية نازلة في حق علي بن أبي طالب، أحاديث آلاف لا تعد ولا تحصى، مناقب مو سليمان الأعمش يقول بعث ورائي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، يعني وراء منتصف الليل، طرقت الباب الخادم مالته قال أجب الأمير، يقول قلت هذا سيطلب مني أن أحدثه بمناقب وفضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، وإذا أنا حدثته قتلني. فطب اغتسل وتحنط، خلي الحنوط ولبس أكفانه جوه ثيابه، لأن هذا بعد من اللي قتلوه يذبوه بالزبالة من بحاله، أو يذبوه بمقبرة جماعية، فقال لك خلي أتحضراني. زين، فيقول دخلت على أبي جعفر المنصور قال اقترب، قاعد ورا نص الليل قاعد. يقول اقتربت منه فشم مني رائحة الحنوط، قال ما هذا؟ قلت لي الأمان، قال أصدقني القول ولك الأمان. قال قلت أنك بعثت ورائي تريد أن أحدثك بمناقب وفضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، وإذا أنا حدثتك قتلتني. فقلت أغتسل وأتحنط وألبس أكفاني. يقول فقال لا عليك لك الأمان، ولكن أصدقني، كم تحفظ من فضائل ومناقب علي بن أبي طالب عليه السلام؟ شوي يسمعني يعني، هذا واحد هذا سليمان الأعمش واحد. قال كم تحفظ؟ قلت 10,000 منقبة وفضيلة. يقول فلما سمع دهش، يقول أنا خفت من قلت له 10,000 خفت، قلت أو 1,000 يعني، هذا غير تردد، هذا بين 10 و1,000، قول 10, 9, 10, 8 والله أنا متردد، لو 10,000 لو 1,000 شنو قابل تشتغل بالبنك وكذا 10 صفارة أو 3 صفارة أو 4 صفارة ذني حافظين. قال لا بل هي 10,000. ثم قال لأحدثنك بفضيلة تعدل هذه 10,000. الرواية طويلة، اقراها في كتاب صحيفة الأبرار لآية الله الشيخ محمد تقي الماماقاني قدس سره. هذا أبوه كان من أرشد ومن كبار تلاميذ الشيخ الأوحد قدس سره، كتاب صحيفة الأبرار، يعني محروم اللي ما يقرأ هذا الكتاب. أكثر من 1,000 فضيلة ومنقبة في حق محمد وآل محمد.
ويا فضيلة ويا منقبة اللي تريدهن أنت ماكو، ذن اللي يقولون سبيشال يعني خاصات الخاصات، زين بس يرادلها شوية، يرادلها قلب، إن حديثنا شنو صعب مستصحب لا تتحمله إلا قلوب شنو منيرة وصدور شنو حسن. اللي عنده قلب منير خليه يروح يقرأ، اللي ما عنده لا لا يورط روحه لا يروح، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كتاب رائع جدا، فيذكر هاي المنقبة من مصادرها، يعني مثلا أكو الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي، أكو الفضائل والمناقب لشاذان بن جبرائيل، أكو كتب كثيرة في المناقب رائعة جدا يعني. زين كتب رجب البرسي مشارق أنوار اليقين، 500 آية في علي بن أبي طالب عليه السلام، فأقل شيء 300، أقل شيء 300 آية نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام. فهذا يسألني سائل، خوش سؤال لطيف، قال سيدنا هاي الآلاف يعني ماكو كتاب. النسائي، النسائي لماذا قتلوا قتل، لماذا قتل وكفر؟ لأن ألف كتاب خصائص علي بن أبي طالب عليه السلام، مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام. ماكو كتاب ما يذكر فضائل ومناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، لو تجي تجمعهم من كل المسلمين، زين من كل المسلمين. فقال هاي الآلاف المؤلفة من الفضائل ليش يعني، لماذا؟ قال شنو السبب؟ قلت له هاي حكمة الله عز وجل وحج على الناس يوم القيامة. زين هي الآن أي حكم شرعي، أي حكم شرعي، آية واحدة كافية لو مو كافية في أي شيء، حدود، ديات، إرث، نكاح، طلاق، عقيدة، أخلاق، آية واحدة كافية، حديث واحد كافي. لا تجي تقول أنا أريد ألف حديث، رواية إذا قالت لك هذا حلال هذا حرام هذا روح، رواية صحيحة هذا روح. زين ليش هالآلاف المؤلفة هاي؟ فلله الحجة البالغة يوم القيامة، حتى ما يخلي الواحد عذر. شي يقولون يوم القيامة؟ زين ما قرأنا هاي طامة كبرى، ما سمعنا هاي بعد أتعس، زين قرأنا وسمعنا ولكننا لم نصدق تغافلنا، من اللي رواها هاي؟ ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء، حتى أعداء علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن ايش تتصور؟ حتى إبليس كان يمدح علي بن أبي طالب عليه السلام، اعطيني واحد من أعداء أمير المؤمنين ما كان يمدحه. ها أنا عدي بالأدلة الآلاف، إذا تريد أعطيك أعداء العدو قبل الصديق كان يمدح ويصف ويذكر مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، حتى شنو تكون حجة عليه يوم القيامة. حجة هاي، شوف الحكمة، الله عادل الله حكيم. زين لا آية لا اثنين لا عشرة لا مية، أقل رواية ابن عباس يقول 300 آية، 300 آية، وكل آية شنو سور، سور نزلت، مو هاي سورة الإنسان أو الدهر، مو هل أتى على الإنسان، كلها هي نزلت في شنو؟ في علي وفاطمة والحسن والحسين. اللهم صل. سورة الطور، العاديات، براءة ودفعها لأمير المؤمنين. والله ايش يعني تحتار شو تتكلم، تحتار شو تتكلم. زين على أي حال، فجمعهم ثم صعد خطب بهم خطبة طويلة، ثم قال، ولماذا قال هذا القول؟ من أولى بالناس من أنفسهم؟ شنو جاء رسول الله ما يدري صلى الله عليه وآله؟ هذا حتى شوف تاريخ، كلام يثبت بالكتب، يصل يكون حجة على الناس، ذول الموجودين مو ما يفتهمون. قالوا الله ورسوله، مو صلى الله عليه وآله، مو الله ولي الذين آمنوا والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال قم يا علي، أصعده معه في المكان العالي اللي هو واقف فيه، أخذ كما ذكرت لكم بالأمس، أخذ بضبعيه، هاي الضبع شالهن شالهن، ورفعه حتى بان بياض
ابطيهما، كانوا يلبسون اكمام اعرض من هاي. هاي راد له فيلم. انا مره قلت لبعض الجهات التمثيليه قلت لهم انا مستعد افرغ نفسي سنه كامله اذا تمثلون فيلم عن الغدير، كون فيلم كون زين. هذا كان عريض حتى بان بياضه، شنو ابطيهما، حتى خاف واحد اعمى ما يشوف، خاف واحد بالاخير يقول ما شفت. فرفعه وقدماه رجلاه تدلان شنو في الهواء، شافه يعني شاله هيجي. ثم قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، عاد من عاداه، انصر من نصره، اخذل من خذله، اللهم هل بلغت؟ قالوا بلى. قال: اللهم فاشهد. ثم قال: فليبلغ الشاهد الغائب إلى نهاية الخطبة وكذا. وأنزله، ضرب خيمتين، نصب خيمة إلى وخيمة لأمير المؤمن عليه السلام، قالهم تعالوا بايعوا. هذا مو لعب. زين، هذا مو حكي هيجي عادي، والله هذا أخوكم وابن عمكم. زين، نصب خيمة، ادخلوا هكذا بايعوا. شنو؟ السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. ها شرط البيعة، هذا البيعة اللفظية، مو بس تدخل وتسلم على الإمام، تقول السلام عليك شنو يا مولاي. أحدهم كان في الرحبة مع أمير المؤمنين عليه السلام أيام ذهابه للقتال في صفين، يقول: جاء رجل فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: السلام عليك يا مولاي. فتعجب بعض الحاضرين، ذول بجيش الإمام عليه السلام، اللي أنا على كيفك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لقد قاتل في صفين مع جدي 50,000 ليس فيهم 50 يؤمنون بإمامته. هاي شوية وقفتها باكر إن شاء الله من نذكر الإمام الحسن عليه السلام. زين، فقال فقيل قالوا أنا تعجبوا لماذا تقول هكذا. قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي. كانوا يصيحوا له يعني السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا أمير المؤمنين، مولاي نصا هاي موجودة. وبايعوا، كل يدخل هكذا، وحتى النساء بايعت، واستمرت البيعة ثلاثة أيام. النساء جعل لهن شنو؟ قدر فيه ماء وستر بالنص، الإمام خلي إيده منا، تدخل المرأة، وأول من دخلنا نساء النبي صلى الله عليه وآله، تحط إيدها منا وتقول له: السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. 3 أيام ورويت لكم. فليبلغ الشاهد الغائب، ووصل الخبر إلى الحارث بن النعمان الفهري، وذكرت لكم هاي القصة يوم من الأيام. على أي حال، الحديث ما يقدرون ينكروا، متواتر، بس من الصحابة يذكروا 110 أو 120 صحابي، ماكو حديث متواتر عند المسلمين كحديث من كنت شنو مولاه. اجوش قالوا؟ قالوا: من كنت مولاه، هاي الهوسة والخبصة وثلاث أيام وجيبوهم وردوهم وما أدري شنو، وعمم بعمامته وهكذا. يعني المولى هنا مو بمعنى الأولى، وإنما بمعنى الناصر المعين الأخ والمدري شنو. هذا القرآن يقول إنما المؤمنون شنو أخوة، شنو هاي الهوسة كلها جامعنا، وهاي على هاي. حدث العاقل بما لا يعقل، مرات بدون تعليق، يعني مرات يعني ما تقدر، يعني يصل الأمر إلى أي درجة بحيث ما تقدر تتكلم، يعني شو تقول شو تحكي. زين، القافل مثل ما يقول ما يفيد، اللي ينكر هاي القضايا وهاي الأمور ويحرف الكلام. المهم، ما علينا، عندنا فد بحث لطيف نختصره. فإذا هذا كله ضمن هالإطار، إنما وليكم شنو الله ورسوله. فالولي هنا بمعنى شنو الأولى. زين، هاي الأولوية شنو معناها؟ خب، أولى من نفسي، شنو معنى ذلك؟ أكو 3، خلي بالك وياه، أذكر لهم مختصر، بحث عقائدي لطيف علمي. أكو أولوية بمعنى الإلوهية، أولوية شنو؟
الألوهية، وهذه لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى. فمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أشرف الخلق إلى الذرة، كل هؤلاء هم شنو؟ عبيد لله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هاي الأولوية، أكو أولوية إلوهية ماكو بيها مشاركة. زين، فمن تجي تقول أني عبد لله سبحانه وتعالى أولى بي من نفسي، هاي بمعنى شنو؟ بمعنى الألوهية. وأكو أولوية بمعنى أولوية الطاعة، أولوية شنو؟ الطاعة. زين، وهاي كثير، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زين، من أطاع الرسول أطاع شنو؟ أطاع الله عز وجل، هي ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولكن ثابتة للمخلوق بإذن شنو؟ بإذن الله، بأمر الله عز وجل. زين، وهذه الطاعة لا شك احنا عندنا أنهم معصومون سلام الله عليهم، فهم لا يخالفون الله، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. يعني حتى لا يجي واحد يطبلنا منا، يطلع منا مدري شنو، يقول شريك، يقول هاي استقلال، كل حد شي في ذكرنا، احنا روح تعلم وتعال احجي. زين، فهذا بإذن الله وبأمر الله، ومحتاجون إلى الله عز وجل، لا استقلال ولا تفويض ولا شركة ولا، فهي طاعة. يقول لك ذب روحك بالشر، ذب روحك بالشر، قاتل قاتل، صالح صالح، افعل هكذا افعل هكذا، لأنه لا يتكلم إلا عن من؟ إلا عن أمر الله عز وجل. اللي يريد يتفلسف بكيف يتفلسف. هاي اثنين. الثالثة هاي شوية خلي بالك وياها، هاي شوية مشكلة، يسموها أولوية ملك أو تمليك. زين، أولوية شنو؟ ملك أو تمليك، وقد تطلق عليها عبودية، قد تطلق عليها شنو؟ عبودية. يعني عبودية شنو؟ ملك وتمليك، مو عبودية إله ألوهية. شوف، أكو عبودية إلوهية وأكو عبودية شنو؟ ملك وتمليك. شو يقول الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. عبادكم، هاي عباد البشر لو عباد الله؟ ها وياي، شلون عباد الله؟ يعني هاي صار، هذا صار شرك بالله عز وجل، لأنكم هاي روح اسأله للغة العربية، الكاف تعود على البشر، من جبتها على الله عز وجل؟ إذا هيك سيبويه يروح ينتحر. زين، عبادكم، قال عبادي لو عبادكم، يا أخواني واضحة ما يحتاج لها. إمائكم، إماء الله لو إمائكم. زين، ويقصع، احنا قلنا العبودية الإلوهية الكذا وحتى الملكية الحقيقية لله، إذن ماذا يعني الله عز وجل بهاي؟ زين، كانوا أكو عبيد يباعون ويشترون لو ماكو. زين، إماء تباع، هاي الأمة لمن؟ أمة فلان. هذا العبد لمن؟ عبد شنو؟ عبد فلان. شنو عبد فلان؟ عبد، أعتقد يعني التفسير واضح، يعني ما أعتقد بي فد غرابة، يعني إذا بي غرابة فعبد فلان. عبد شنو معنى عبد؟ يعني عبد إلوهية فلان إلى، لا استغفر الله، وإنما عبد رق، عبد شنو؟ تمليك، عبد ملك. أنا سأمن قلت لك وضحتها، التمليك والملك، هذا مثل ما هاي الدار المن؟ دار فلان. يجيك واحد يقول لك استغفر الله، هذا شرك الملك لله عز وجل، يعني هاي الناس كلها مشركة وكفرة. طبعا هو الملك كله لله، وكل العبيد من النبي صلى الله عليه وآله إلى أدنى واحد هو لله عز وجل. إذن شنو معنى عبادكم إمائكم؟ زين، هذا يسموه شنو؟ عبودية ملك وتمليك دنيوي، هم مو حقيقي، لأن التمليك الحقيقي هو فقط المن؟ لله سبحانه وتعالى. فهذه الأولوية
أيضا ثابتة لمن؟ للمخلوقين، لبعض المخلوقين، وثابتة على الإطلاق لمحمد وآل محمد. اللهم صل. مو شي يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة آخر رسالته إلى معاوية: نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا. نحن صنائع الله، شنو يعني؟ الله لما خاطب نبيه صلى الله عليه وآله قال: خلقتك لأجلي وخلقت الأفلاك، هاي اللام لام الملك يسموها، مو هاي يعني كون احنا دارسين لغة عربية حتى نعرف. خلقتك لأجلي وخلقت الأفلاك، شنو؟ لأجلك. زين، وهذا معنى مثلا أكو بالاستئذان: عبدك وابن عبدك وابن شنو؟ أمتك. أنا أعتقد أبسط من هذا ماكو بعد، يعني أبسط من هذا التوضيح ماكو. شنو تقول للإمام أو للنبي صلى الله عليه وآله: عبدك وابن عبدك وابن أمتك؟ زين، شنو معنى هذا؟ عبودية الألوهية كفر، كفر، شرك، حرام. إذن عبودية شنو؟ عبودية، عبودية الطاعة، وعبودية شنو؟ عبودية الطاعة ثابتة بإجماع العلماء، لكن عبودية التمليك بها خلاف. فكثير من العلماء يقول عبودية الطاعة وعبودية شنو؟ تمليك. النبي أولى بالمؤمنين من شنو؟ أنفسهم. هاي معنى الأولوية. شوف بحثنا وين جار، وأعطيك فد مثال آخر والأمثلة كثيرة، وأكتفي بهذا المثال. علي بن جعفر بن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هذا من كبار العلماء ومن كبار أبناء الأئمة سلام الله عليهم الورعين والأتقياء. هذا استشهد أبوه الإمام الصادق عليه السلام وهو صغير، وبقي إلى زمن الإمام الجواد عليه السلام، يعني عاصر الإمام الكاظم عليه السلام، زين، وعاصر الإمام الرضا عليه السلام، وعاصر الإمام شنو؟ الجواد عليه السلام. لو تقرأ ترجمته والروايات وورعه وكذا وذكر العلماء له، فالأمور غريبة عجيبة. علي بن جعفر من استلم الإمام الجواد عليه السلام الإمامة هو فوق 60، عمره فوق 60، مو أقل من 63 سنة عمره إذا تحسب شهادة الإمام عليه السلام الصادق عليه السلام وشهادة الإمام الرضا عليه السلام، يصير حوالي 63 سنة، وربما هو أكثر من هذا. كان ربما يجلس مع بني هاشم وغيرهم، فيأتي الإمام الجواد عليه السلام، يجي الإمام الجواد سلام الله عليه وعمره 8 سنوات، فيثب، يثب يعني يطفر تعبيرنا. زين، علي بن جعفر جالس في المجلس، إذا جاء الإمام الجواد عليه السلام أقبل يثب يعني يطفر. شلون يثب؟ بلا رداء ولا حذاء، الحذاء يمه ما يلبسه، الرداء ساقط من عنده ما يلبسه، يعني وينتظر. وهاي ليش؟ يريد يستعجل شنو؟ يعظم ويحترم الإمام الجواد عليه السلام. شوف الدقة في هذه القضية يا أخواني. فيثب بلا رداء ولا حذاء، فيأتي للإمام الجواد عليه السلام، يأخذ نعليه، يأخذ شنو؟ نعالاته، يلزمهن، يطبقهن، ثم يقبل يديه ويعظمه، يعظمه يعني يكلمه بالكلمات التبجيل: أهلا مولاي، سيدي، شرفت، من هاي الكلمات. فيقول له الإمام الجواد عليه السلام: اجلس يا عم، عم أبيه، اجلس يا عم. قال: كيف أجلس يا سيدي ويا مولاي وأنت واقف أو قائم؟ هاي هم ما تشوف واحدة من قضايا الاحترام والتقدير. فيجلس الإمام عليه السلام، فيجلس أو يقعد علي بن جعفر بين يديه جلسة العبد الذليل، كأنما شنو؟ كأنما عبد ذليل.
قام الإمام عليه السلام يقوم يحضر له نعالات عليه، حضره يبجله يمجده يقبل يديه، يروح الإمام يرجع علي بن جعفر. الحاضرين ما قبلوا هذا الشيء، ليش؟ راح يأتيك هنا الكلام في الفهم. قالوا ما هذا؟ فأخذوا يعترضون عليه، ما هذا يا ابن جعفر؟ أنت عم أبيه وأنت شيبة 60 سنة أكثر عمرك وهذا غلام، فكيف تصنع معه هكذا؟ علي بن جعفر ماذا يصنع؟ ماذا يقول؟ يضع يده على شيبته ويقول اسكتوا، إذا لم يؤهل الله عز وجل هذه الشيبة، يقبض على لحيته، إذا لم يؤهل الله هذه الشيبة وأهل هذا الفتى أنكروا فضله. زين إمام هذا لولا لساخت الأرض بأهلها، وإذا أنا ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، زين أنا صح ابن إمام لكن هذا إمام ابن إمام أبو أئمة. زين ثم قال موضع الشاهد، إنما أنا له عبد، إنما أنا شنو؟ له عبد. زين هذا الرجل مو اعتباطا لما يقول هذه الكلمة، زين فماذا يقصد بالعبودية؟ يقول أنا عبد يعني أنا ملك لهم. احنا بعد الصداق بنا الوقت وعندني أمثلة كثيرة بالعشرات من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، هكذا كان حالهم وديدنهم، ويعرفون فضل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن هؤلاء أبو الفضل العباس سلام الله عليه. سلام الله عليك يا أبو الفضل العباس. ها يقول بعض أرباب المقاتل كان يجلس بين يدي أخيه الحسين عليه السلام جلسة العبد الذليل، تعامل ويا الإمام الحسين عليه السلام هكذا، سيدي مولاي أنت هم ابن أمير المؤمنين، والله الآن لو ينطق ويتكلم لا ونسمعه يقول إش، إنما هذا سيدي هذا مولاي، هكذا يبجله كان، هكذا يحترمه ويجلس بين يديه جلسة العبد الذليل. ها ما كان يقول بعض أرباب المقاتل ما كان يقول له يا أخي، وإنما يقول سيدي مولاي يا ابن رسول الله يا ابن سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. يقول الراوي فطلب الحسين عليه السلام من أبيه أمير المؤمنين أن يأمر أخاه بأن يناديه بها، يحب أن يسمع كلمة يا أخي، ها ترى هاي إلها وقع، ها إلها وقع كلمة يا أخي. ها يقول الراوي فقال أمير المؤمنين عليه السلام لولده أبي الفضل، ولدي لماذا لا تقولها؟ قال سيدي مولاي أنت تأمرني ولكن لساني لا يطاوعني. ها شلون أقول هذا سيدي ومولاي؟ جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى ولده الحسين وعيناه مغرورقة بالدموع، قال بني حسين ستسمعها يوما من الأيام، يعز على أبي عبد الله الحسين متى سمعها؟ ها سمعها يوم عاشوراء وأبو الفضل العباس على نهر العلقم، لما نادى السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أخا. بعضهم يقول تفاجأ الإمام ماذا يصنع، بين أن يفرح لسماعه لهذه الكلمة وبين أن يحزن لأن حال أخيه بأي حال امتطى جواده وجاءه كأنه الصقر، والله تعنى من الخيام للعلق محسين. هذا عزيز الزهراء سلام الله عليها. ها يقول أحد العلماء في مجلس كان حاضر وواحد الخطيب قال هذا، قال أبو الفضل العباس ابن فاطمة الزهراء، اعترض عليه بعض من حضر، هذا العالم رآه في الرؤيا، رأى فاطمة الزهراء عليه السلام في الرؤيا، قالت نعم هو ولدي أبو الفضل العباس،
والله تعنى من الخيام للعلق ومحسين ويصيح بصوت يا عضيدي وقعت وي بعد ما اشوف دربي حاشا وكلا مولا لا تلم الشاعر بس يريد يبين لك لوعة قلب الحسين عليه السلام بعد ما اشوف دربي يا ضوى العين يا خويا الكون كله بعيني اظلام شوف المصيبة شقد كانت عظيمة على ابي عبد الله الحسين يقول الراوي لما فاضت روح ابي الفضل رجع الحسين عليه السلام ماشيا وهيئته كهيئة الراكع الله اكبر ها شلون اللي واحد بالركوع محني الظهر يقول الآن انكسر ظهري الآن شمت بي عدوي الآن قلت حيلتي لما وصل إلى المخيم ورأته زينب صاحت وأخاه وعباسا يقلها يا زينب راح عباس وراح الضغم اللي يرفع الراس وظل ينحب عليه الدرع والطاء أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا أخواني غدا إن شاء الله ليلة شهادة أبي محمد الحسن الزكي سلام الله عليه إن شاء الله المجلس والبركة ومجلس اللطم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء في مرضاهم اقض حوائجهم احفظ الإسلام والمسلمين أيد علماءنا العاملين اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان خصوصا علماء آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات